هذا اقل شيء يمكن ان نوصفه بهذا اليوم. هذا هو انه يوم تاريخي وتاهل تاريخي ويوم مشهود في تاريخ كره القدم الوطنيه. اعتقد بان هذا الفريق وهذا المدرب وهذا الجمهور العظيم يستحق هذه الفرحه. واعتقد ان لازال لدينا هامش تطور كبير ان شاء الله. موعدنا في موقعة ربع النهائي ونتمنى ان يذهب المنتخب الوطني الى ابعد نقطه ممكنه. ومبروك للمغاربه قاطبه من طنجه الى القويره. هذا يوم عظيم وانا اشترك مع جميع المغاربه، مغاربه العالم، مغاربه المغرب، هذه الفرحه العارمه. والله يدومها ان شاء الله علينا في جميع الميادين ماشي فقط كره القدم. كنظن بان حظوظ المنتخب المغربي متكافئه غتكون كذلك في الدور ربع النهائي. واعتقد نتمنى فقط انه اللاعبين اللي تصابوا او مقصحين شويه انهم يرجعوا يتعافوا في هذه الايام اللي تتفصلنا على المواجهه الحاسمه في ربع النهائي، وان شاء الله ما يكون الا الخير. لان كانت خلقت واحد الديناميه ايجابيه، تنظن بان ان شاء الله غادي نمشيو ابعد نقطه ممكنه. وانا كنت مراهن على هذا الفريق بهذا الروح اللي شفتها بعد المباراه الاولى، قلت بان اكيد عندنا ما نعملوا في هذه البطوله.